التواصل يستمر وثامن الأشواط ينطلق مشاهدينا الكرام، ونذهب بحضراتكم إلى ما يحتوي هذا الشوط من تحدي وتنافس وأسماء رائعة ومشاركة في هذا الملتقى الخليجي الأول على أرضية ميدان دستور. شكرا نادي دبي لسباقات اللجنة العربية الأصيلة على هذا التنظيم وعلى هذه المتابعة الشيقة إلى مقدمة الشوط، وشوط خاص بالقعدان. يأتي غازي حمود بن سلطان بن سعيد الغفيلي على المركز الأول، بينما المركز الثاني يصل في هذه اللحظات ملبي لعوض بن عبيد بن حمد الوهيبي. المركز الثالث يلا نشوف، هذا هو البصير، البصير بدر بن حمد بن سعيد الرشيدي حل على المركز الثالث. المركز الرابع، المركز الرابع من الجانب الاخر هذا الواضح سعيد بن غدير بن حمد العويسي. والمركز الخامس، المركز الخامس هداد محمد بن حمد بن سلطان بن درويش المنصوري حل على المركز الخامس. المركز السادس ها هو شاهين عبد الله بن علي بن محمد بن حميدان، ولكن عود الى الوهيبي الى المركز الاول ما شاء الله ملبي لبي النداء عوض بن عبيد بن حمد الوهيبي الى مقدمة الشوط. لكن هناك غازي لا يزال حمود بن سلطان بن سعيد الغفيلي، يا الغفيلي يحتل المركز الثاني، بينما المركز الثالث الرشيدي مع البصير، البصير بدر بن حمد بن سعيد الرشيدي. لكن شوف التسلل الاخر من قبل راهي منصور بن مبارك بن سعيد الوهيبي وصل خذ المركز الثالث مشاهدينا الاعزاء، بينما المركز الخامس، المركز الخامس هذا الطليلي عماد بن سالم بن سلطان الهاشمي يحتل المركز الخامس. لكن عاد الرشيدي، الرشيدي الرشيدي يا سلام هالي الباطنة وساحل الباطنة ينتزع الناموس في هذه اللحظات مع البصير، البصير البصير، لكن يحاول الوهيبي، الوهيبي يحاول، ولكن الرشيدي، الرشيدي الرشيدي على المركز الأول مع البصير، مع البصير مع البصير. هذا القصير مو بهين، مو بهين، مو بهين مرة ما شاء الله. راح إلى الانتصار الرشيدي بالمركز الأول بدر بن حمد بن سعيد الرشيدي. لكن عاد الوهيبي، عاد الوهيبي، عاد اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة راهي منصور بن مبارك بن سعيد الوهيبي، ولكن الرشيدي، الرشيدي الرشيدي اللحظة الأخيرة يوك يوك يوك. هذا هو فجاج، فجاج فجاج ينتزع الناموس. تهانينا لمالك محمد بن طالب بن أحمد بن سويدان اليحافي، انتزع الناموس اللحظات الأخيرة. المركز الثاني البصير بدر بن حمد الرشيدي حل في المركز الثاني. المركز الثالث، المركز الثالث راهي منصور بن مبارك بن سعيد الوهيبي. المركز الرابع، المركز الرابع مشاهدينا الكرام كان حاضرا في هذه الانطلاقة ملبي عواض بن عبيد بن حمد الوهيبي. والمركز الخامس من خلال هذه الانطلاقات الجارح سعيد بن علي بن عامر الزرعي. تانينا والنمو دقيقتين 58 ثانية جزئين من الثانية مشاهدينا متابعينا الكرام. صاحب المركز الأول اللي وصل في اللحظات الأخيرة، بينما اللي وصل مع المركز الثاني دقيقتين 58 ثانية وأربع أجزاء من الثانية، واللي وصل مع المركز الثالث دقيقتين 28 ثانية وخمس أجزاء من الثانية اللي وصل مع المركز الثالث. تهانينا والناموس للجميع.